هذا وقد أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالنجاح الكبير لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، مؤكدا أن احتضان مملكة البحرين لهذه الفعالية يعكس حرص المملكة على التعاطي مع المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم ودورها وإسهاماتها ضمن التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأشار معالي إلى أن إقامة هذا الحدث يعزز من مكانة المملكة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات ويدعم التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، ويؤدي لتقوية التحالفات الدولية والتي تشارك فيها المملكة ضد التطرف والإرهاب تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة. كما ثمن الصالح حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الفعالية الدولية، منوها بالدور الذي يطلع به معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لتطوير الأداء العسكري، كما أشاد معاليه بجهود العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لإقامة هذا المعرض والمؤتمر وما تضمنته كلمة سموه في افتتاح مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط، من تأكيد على ثوابت المملكة وتوجهاتها نحو القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، معربا معاليه عن تقديره لمشاركة سمو الشيخ الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة في المعرض والمؤتمر.